صباح الخير يا بابا. صباح الخير يا علي. ايه ده؟ سلام قولا من رب الرحيم. انت عامله كده ليه يا انجي؟ بتقول حاجه يا علي؟ لا ابدا. عمر نام؟ فضل مصحيني طول الليل. وطبعا انت ولا انت هنا، شخيرك جايب اخر الشارع. ولما قلت خلاص مفيش فايده انا هقوم بقى مفيش نوم، اداني زومبا هو ونام. وانت شكله متعب، هيطلع لمين يعني؟ لو طلع لي يبقى برنس. يا خبر ابيض يا علي، بص ده لو طلع لك بص الدنيا ممكن تولع. تقصدي ايه؟ لا هتولع من الحراره، من الحلاوه. ايه ده؟ ماما بص الحته بقت عامله ازاي؟ فاتت ايه بس يا صالي وانا شايفه قدامي؟ يا مامي اهي اهي اهي. ما انا عارفه. صحيح يا علي، الحيطه دي بقى شكلها وحش قوي، لازم نعملها بقى. خلاص يبقى محتاجين نقاش، وبالمره نجدد الشقه كلها. نقاش انت تاني يا علي؟ انت نسيت اخر مره جبنا فيها نقاشين عملوا فينا ايه؟ ايوه يا مامي دي كانت بهدله قوي. وكمان قبل ما نكبر الريسبشن وناخد جزء من الشقه اللي جنبنا. مش انت اللي كنت جايبه النقاش ده يا انجي؟ لا يا علي، مش انا اللي كنت جايبه النقاش، دي كانت كاميليا. وبعدين بصراحه انا لو استنيتك تعمل اي حاجه مفيش اي حاجه في البيت ده هتتعب. انجي في حاجه؟ مفيش حاجه هتتعمل لو انت ما جبتش النقاشين. مفيش حاجه هتتعمل يا علي. بصراحه انا فضلت دايخه على النقاشين دوخت والله العظيم. ايوه جايه. صباح الخير يا استاذه. صباح النور، اي خدمه؟ محسوبك سعيد بازوكا نقاش، بنتعرف مدام كاميليا. اهلا وسهلا، اهلا بريحه الحبايب. معلش ما تاخذنيش، الدنيا مدربكه عندي خالص وبهدلت مع العمال. اتفضل يا اسطى. حضرتك قلت لي اسمك ايه تاني؟ سعيد بازوكا. اتفضل يا اسطى. باروكا. بازوكا يا مدام، بازوكا. لو تحب امشي واجي وقت تاني عادي يعني. لا تمشي ايه، معقوله؟ ده احنا ما صدقنا. معقوله اللي زي حضرتك انقرضوا من زمان يعني جاي بدري وعايز تشتغل؟ اتفضل يا اسطى باروكا، اتفضل. بازوكا يا مدام. ما تاخذنيش، معلش انا اسفه قوي، انا اسفه. ما شاء الله انتوا كمان بتجيبوا طلبات الشغل معاكم. امال يا مدام، انا احب اريح الزبون. انا استفاد ايه يعني لما كل شويه ابعتك تشتري لي حاجه من الشارع؟ لا طبعا مش هتستفاد اي حاجه. وبعدين عايزه اقول لك انا اتبهدلت الفتره اللي فاتت، رايح جاي مشاوير، مش عايزه اقول لك ايش، جبس ابيض وجبس اسود وغيره ورله وفرشه، اتبهدلت. بس انتوا جمال قوي، جمال خالص. ربنا يكفيك شر المرض ده، انت اللي زي القمر. بتقول حاجه يا استا باروكا؟ لا ده انا بكلم الواد تربو. تربو، ما شاء الله ما شاء الله، يا رب اجعل اسمه على مسمى يا رب. انت مش قلت مش هتعاكسني تاني يا اسطى؟ يا اسكت دلوقتي. هو بيرد على حضرتك مع الجمله اللي قلتها قبل كده، هو تعبان ولا حاجه؟ لا هو بس مأخر 6 ثواني، فهمه بطيء شويه. جات لك 6 ثواني؟ بسيطة، ده في ناس عندها جات لك 6 شهور. جات لك؟ مع اني مش فاهمها بس. طيب حضرتك هتحتاج أي حاجة تانية يا استا باروكا؟ باروكا إيه بقى؟ بازوكا يا مدام، بازوكا. على فكرة الفرق بينهم هما الاتنين هي نقطة بس، تحط على الري هتبقى بازوكا. صح. عشان احنا لسه بنقول يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. لا ما تأخذنيش والله، معلش. بسم الله ما شاء الله عليك، مثقف كمان. طيب مش هتحتاج أي حاجة تانية مني؟ أولا العفش ده كله لازم يخرج بره. تسلمين نضيف أسلمك نضيف. ماشي يا معلم، والتسليم هيبقى فين إن شاء الله؟ النهاردة إن شاء الله بالليل. تتكلم بجد؟ هتسلمني النهارده؟ النهارده يا مدام عيب، بازوكا كلمته واحده، مدام قلت لك النهارده يبقى النهارده. ربنا يبارك لك، ربنا يبارك لك. بازوكا وتربو، انا متفائله.
معلش مأخر ست ثواني. معلش يا سمير اصبر شويه يا حبيبي. اصبر على ايه؟ احنا كملنا احلى. معلش. صباح الخير. صباح الخير يا بشوية. على مهلك على مهلك على مهلك. ايوه بس كان لازم انت تاخدي رايي قولي لي بدل ما تتصرفي لوحدك كده. معلش يا سمورتي حبيبي، انت عارف برضو جيران لبعضها، وبعدين ده علي وانجي. ايوه علي وانجي، بس يعني الموضوع ده هيطول. لا لا ان شاء الله. المهم يا حبيبي تصبر كده ونستحملهم شويه. صباح الخير يا جوجو. صباح. انا هنا انا هنا يا حبيبتي، انا هنا انا هنا يا حبيبي. ازيك يا سمورة؟ ايه وش القمر اللي على الصبح ده؟ صباح الفل. صباح النور. انت بنفسك اللي شايله ظهرك يا ماما وظروف. هعمل ايه بس يا سمورة؟ اعمل ايه؟ مفيش حد يساعدك. طب فين جوزك؟ جوزي جوزي في الشغل ولا على دماغه خالص، بس انا عايز اخلص بصراحه. اهلا جميل فيك وشر القاعدين. اهلا يا مغاوي، اتفضل اتفضل. قبل ما نشيلك يا دكتور سمير. ايه نشيلك؟ نشيلك انت واهلك. قصدي نشيلك العفش ونودب لك الشقه يا دكتور. الملافس حلوه، اتفضل خش. اروح فين؟ في الاخر. في الاخر بتزعق ليه؟ صايب الجلد مو. يلا يلا يلا، خدوا خدوا شيء وخدوا شيء وخدوا شيء. سامعاك يا مغاوري، ما تبرطمش. صايب الجلد مو. ايه دي؟ ننكد عليكم. وسع. لا ينكد عليك انت. مين اللي مزعل اهلك؟ انا مش فاهمه. بلاش نزعله، معلش بيساعدني بيساعدني. طب يا حبيبتي اشيلك انا؟ لا يا حبيبي كتر خيرك اشيلها. خايفه قوي، خايفه خايفه على العفش ان هو يتبهدل بصراحه. معلش قولي بس احط فين. خايفه لا يتبهدل. معلش احط فين بس الاحسن، انا مش شايفه حاجه. انا اسفه قوي يا جوجو، والله العظيم اسفه. انا مش قصدي اكسر لك الفازه والله. لا 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 لا، ولا يهمك. ودي اصلا مش فازه، دي انبوبه التحليل بتاعت سمير. واللي جابها هنا؟ ما اصل انا مستنيه الراجل بتاع المختبر. دخلت الحمام امبارح ما لقيتهاش، غرقت الحمام. ده كلامه؟ لا. طب هي كانت مليانه؟ يا ايه؟ انا اسفه ضيعت مجهودك. ايه ده؟ ايه يا حبيبي؟ ساحة شعبية بتلعب باسكت عمال تحدفها كده. في ايه؟ في ايه؟ انا عايز افهم يعني. معلش معلش. ايه بتبصلي كده ليه؟ بالراحة. انا عايز افهم بتبصلي كده ليه؟ ارمي بس بالراحة. يا خبر ابيض. اتفضل يا اسطى. تسلم ايديكي. فطار انتركونتيننتال زي ما حضرتك طلبت، ومعاه 2 شاي في الخمسينة. بألف هنا وشفا. تسلم ايديك. الله يخليك. انا عارفة ان انا تعبتك معايا ونقلنا العفش وضعوا ساعتين تلاتة كده. وحضرتك لسه عند كلمتك وحتسلمني الشقة النهاردة؟ مدام بازوكا قالك النهاردة يبقى النهاردة. مش عارفة ليه حاسة انه حاجة مستحيلة، بس مش عارفة اقولك ايه. الحقيقة حضرتك فينومينا. لا لا لا، مش في حته يعني. حضرتك مش عارفه اقول لك ازاي يعني، حضرتك خارج الصندوق، اوت اوف ذا بوكس يعني. بص يا اسطى بازوكا، انت ما حصلتش. وانت كمان ما حصلتش خالص. ربنا يكفيك شر المرض. ربنا يبارك لك يا رب. ايه ده؟ لا لا، ده ما بيتاكلش يا بابا. في اكل اهو، الاكل جه. معلش فاتح شاية بس بيفتح شايته كده. لا اذا كان كده بألف هنا وشفا. عندي شوية نشارة خشب جوه اجيبهم؟ لا خليهم على الغدا. لا حاضر، من عينيا. بألف هنا وشفا.